السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به الدرس الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اليوم نحن نتعلم أول درس من دروس القراءة العربية للصف الرابع ابتدائي. درسنا بعنوان من هذا القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. والآن نأتي إلى معاني مفردة. قضى حكم وأمر. إياه هو وحده لا غير. يبلغن عندك الكبر يتقدم في السن. أفن كلمة تدل على الضجر والكراهية. ولا تنهرهما ولا تزجرهما أي لا ترفع صوتك عليهما ولا تخاطبهما بشدة. اخفض لهما جناح الذل تواضع لهما وعاملهما بلطف ومحبة. هسه نجي على المعنى. يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعبده وحده وأن نحسن إلى الوالدين ونوفر لهما الحياة الكريمة وندعو الله لهما بالرحمة والمغفرة. خلص درسنا اليوم. لا تنسوا اللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. باي باي.